نرحب هنا معي بضيفنا يعقوب عودة، رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتة المقدسية. أهلا بك أستاذ يعقوب. يعني أهلين. أنت تعتبر كشاهد عيان على النكبة، وبلدة لفتة يعني هي أفضل شاهد على هذه النكبة، حيث لا زالت هذه البلدة المهجرة موجودة في منطقة القدس. بداية لو تحدثنا عن ذاكرتك، يعني في 48 كان عمرك 8 سنوات تقريبا، حدثنا عن ذاكرتك قبل النكبة، كيف كانت حياة الفلسطينيين في تلك الفترة؟ يعني أولا 75 عام مرت على النكبة ونحن نعيش النكبة، مش مرت نعيش النكبة، لأنه النكبة مستمرة أصلا. ولم تنسينا حقنا، والذاكرة تقوى وتقوى، وكلما قويت الفكرة والذاكرة وحفظنا على الفكرة ما بضيع حقنا إذا لم يكن على جيلنا فعلى الجيل القادم. 75 عام يعني، والحركة قبلها ب75 أو أكثر مئات، يعني من زمن نابليون كان في صحيح. فكرة يعني صنع هذا الكيان، وفيما بعد 1889 المؤتمر بال في سويسرا، ومن ثم مؤتمر سايكس بيكو ووعد بلفور، فهو حلم استعماري حققته الحركة الاستعمارية في أوروبا ومدعومة من خارج أوروبا أيضا بإيجاد هذا الكيان اليهودي الصهيوني العنصري على أراضينا، ليكون مغفر أو محطة شرطة لحماية مصالحها من أوروبا وإلى شرق آسيا بهذا الشكل. فهذه هي هذا هو مشروع الفلسطيني في هذه المرحلة قبل 48 بسنوات، هل كان يشعر بمثل هذه التحركات الغربية؟ أكيد. المواطن العادي صعب، لأنه إحنا كنا تحت احتلال بريطاني. بريطانيا هي المسؤولة عن نكبتنا. كانت معيشتنا في ظروف يلا نجد فيها لقمة العيش. وكان يعني إحنا إذا في لفتة أقام الاحتلال صف واحد للقرية، صف ليه بده ناس جهلة ما يتابعوا إيش بصير وإيش التحضيرات، سوى أخذ هاي الأراضي، نزع الأراضي من أصحابها وتمريرها إلى الحركة الصهيونية. لم يكن المواطن الفلسطيني في تلك المرحلة بمستوى الوعي بما يدور حوله من مخططات لإيجاء إحلال شعب مكانه وترحيله من بعد ذلك. نعم، هذا ما بينفي أنه كان في هناك يعني نخب سياسية، وكمان مثقفين يعني زي خليل السكاكيني حكى عن هذا المواطن العادي، هو يعني مشغول بهم سلب أرضه وتحصيل لقمة العيش له. كان هيك الحياة الاجتماعية في بلدة مثل لفتة. شوف احنا كيف كانت قبل 48؟ لفتة هي اصلا مش قرية يعني واقعة من الكوكب، هي قرية من 534 قرية، او بالاحرى هي قرية من 770 قرية احتلتها الحركة الصهيونية الاستعمارية العنصرية، وقرية من 534 قرية اللي دمرتها الاحتلال الصهيوني العنصري هذا، وهي قرية من 68 قرية من كرة القدس، 38 من قرية منها دمرت، لفتة واحدة من هذه القرى. إحنا قبل النكبة في أرضنا في بلدنا يعني الحياة بسيطة، الحياة هادئة، يعني الناس إيش بدها؟ فواكه، بدها حبوب، بدها خضار، موجودة في لفتة، وخاصة لديها كان في عندنا نبعة
جارية طول السنة، ما زالت حتى اليوم، ولا زالت حتى اليوم. كان في 2000 دنم من عين طلمة لقطع الشوعة، هذه مزروعة زيتون. أنت لما بتحكي عن الزيتون هذاك الوقت بتحكي عن بترول اليوم. فكان في دخل زراعي، ثلث الأراضي الزراعية كان دخل ممتاز. وكمان أهل لفتة كانوا بيشتغلوا بصناعة الحجر، صناعة الحجر، حجر البناء لأهل لفتة يعني بيوتهم، وكمان في البقعة والكطمون، وهذه حاجات يعني. كيف تشعر يا أستاذ يعقوب أنت عندما تزور لفتة في هذه الأيام على سبيل المثال؟ أنا كيف تشعر؟ أولا أنا بشعر أنه أولا إحنا كنا ملوك في أرضنا، كل شيء بدنا إياه موجود من حيواننا ومن أرضنا بهذا الشكل. إحنا يعني لسه يعني حتى لهذا اليوم في محطة كبيرة، يعني إحنا لأنه لفتة هي البوابة الغربية لمدينة القدس، فكانت على رأس أجندة العصابات الصهيونية المسلحة لحتى يأمنوا الطريق ما بين القدس وما بين يافا، لأن المناضلين على امتداد هذه الكرة الأطرون وباب الواد وكلياتها لحد لفتة كانت مسيطرة على الطريق، فكان في مقاومة. هون وضعوا لفتة لأنها البوابة الغربية، حتى سألوا بن غوريون كيف إحنا ممكن نأمن وطالما الناس هاي موجودة لازم يعني نشيلها، قال لهم هيك بيدهم ماشي يعني. فسياسة التهجير يعني العنصري هاي هي فلسفة، هي سياسة موجودة وليس إجراء بين يوم حتى يومنا هذا. نعم. فبدأت الأحداث في لفتة مبكر في 47، أطلقت العصابات الصهيونية على على عادل عطية كان بيعمل في مضخ، كان مضختين بنزين في اللفتة، أطلقوا على هذا العامل النار. ليش؟ بحجة أنه هو بوصل معلومات. فيما بعد كمان هجموا على مقهى صالح عيسى وقتلوا 6 من كبار البلد وجرحوا 7، مجزره لفتة 28/12/47. كان في مش بس فعل، كانوا أهل البلد بيقاتلوا بيدافعوا.